نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم. خالي طاهور، مسير الشركة ديال أغافاي رايدرز. الشركة تأسست في شهر 3 5 في شهر 3 كان المقر ديالها في واحد المحل اخر. ذاك المحل كانت ظروفه ما جيزيناش، يعني صغير وما يستحملش هذا الشيء اللي غنديروا فيه، دونك اضطرينا باش ان نشونجيو المقر لهذا المقر اللي حنا فيه دابا. ومن نهار بدينا في هذا المقر وحنا عندنا مجموعه ديال الضغوطات من اخ ديال النائب ديال رئيس الجامعه، لان من نهار مازال ما سينا الكونترات باي بدينا في السبان، بدينا في خيبه، وقمنا بطلب وضع طلب من اجل تزيين كما طلبوا هما، قال لك اصلاح وديه التزيين ديال المحل الصباغه وداك الشيء، رفضوا يعطيونا وصل ديال التسليم. قال لك هذه الاداره ما تنعطيوش فيها حنا الوصول ديال التسليم، هذه الاداره الوحيده في المغرب ما يمكنلاش تعطيك وصل ديال التسليم، دائما خاصك تلقى مشكل، الا ما لقيتي الا لقيتيهم هما كاينين ما غاديش يعطيوك الوصل، ولا ما لقيتيهمش راك تمشي تبقى تقعد النهار كله تما تضيع في الوقت. المهم مني بدينا في دفعت الملف القانوني ديال الشركه وخديت لاكيزي ريسبسيون بالقوه، ومني قال لك علاش دير هذاك الاجراء، علاش دخلتي بالقوه، لدرجه انه وليت نتهدد وسط الجماعه بانه انت دخلتي بالقوه، راه هذه البلاد عندها مواليها وعندها ناسها وعندها اشراف ديالها. قال لك شحال من واحد دخل ليها قال لك بالقوه خرج وما خرجش منها بسلام، وعندي الاوديو مسجل ديال هذا الكلام هذا، ما تنقول حتى شي حاجه من عندي راه من عندهم خرج. هضرنا عاوتاني على بدينا دخلنا الميترات ديالنا هنايا في امان الله وحفظه. نهار واحد في شهر 7 تنتفاجئ بالعداد ديال الماء تهز بالليل، العقده بدي نهار واحد في شهر 7، نهار 30 في شهر 6 نهار الاخر في شهر 6 تهز الكونتور ديال الماء. جينا دور لي السيد اللي خدام عندي المكلف باب المحل، قال لي ديال الماء راه ما كاينش، قلت ليه طلع الكونتور، لقينا الكونتور ما كاين. مشيت عندهم باش نستفسر علاش هذا الكونتور هزيتو، قال لي كاسيدي لانه ما خلصش الماء ديالو المده هذه. مشيت قلت لهم شحال في الكونتور، قال لي القد والقد، جبت الورقه وخلصت لهم الاعداد ديالهم. ها هو العداد خلصته نهار 2 شهر 7، خلصت فيه 1000 درهم، كان مسدود المحل هي داكشي ديال البرونشمون، خلصته اليوم. قلت لهم انت غتطلقوا لي الماء، قال لك اليوم مش غادي نطلقوا لك الماء. من نهار 2 شهر 7 ليومنا هذا مازال العداد ما رجعش، وقت ما مشيت نهضر معاهم تيقولوا لي انت ما عندكش حتى الصفه القانونيه باش تهضر معنا في هذا الموضوع هذا. السيد مول المحل هو اللي عنده الحق يهضر، صيفط لهم المحل قالوا لي سيدي حنا هذاك السيد ما غاديش، وهذا النائب ديال الرئيس قال لهذا السيد مول المحل قال لي انا نضرب عليه 10 سنين ديال الحبس وما يحلش هذاك الكراج قدام محلي. واش هذا الشيء معقول؟ واش هذا الشيء؟ حنا الحمد لله حنا في بلاد القانون وبلاد الحقوق، واش باقي هذا الشيء باقي تيدار في شي بلاصه في الارض الا في هذه البلاد السعيده هذه؟ هاد الناس جاو مستثمرين باش يديروا مشروع للناس اللي خدموا فيه تيربحوا فيه ولاد البلاد كثر من تيربح فيه هو. واش هاد الناس اللي سدينا هذا المشروع هذا والمشاريع الاخرين اللي عنده، لان عنده مشاكل في الاسكان، عنده مشاكل في الفلاحه، عنده مشاريع في الفلاحه ومشاريع في الاسكان، واش هاد السيد الا مشى في حالته واش هاد الناس عنده فين يخدموهم؟ حنا الاول ناس جبنا نسدو هذا المحل ماشي مشكل نسدوه، بغيتو نسدوه نسدوه. 2 مليون الدرهم اللي خسر هذا السيد هذا واش قادره الجماعه تعطيها ليه؟ تعوض ليه هذاك المصاريف ديالو وتشوف هاد الناس كلهم اللي خدامين معنا هنايا، تشوف لهم فين يخدموا ومستعدين نسدو نمشيو لبلاصه اخرى، نمشيو نقلبوا على جماعه اخرى اللي بغات دير الاستثمار عندها. من بين الشكاوي مشيت عند الجماعه دفعت لهم طلب استفسار علاش هاد الضغوطات بوحدنا حنا من دون الشركات، كاينه 13 شركه في هذه المنطقه هذه، حدايا انا هنايا كاينه 10 شركات ديالتي هي العشرة ديالتي او ديال المستثمر هي العشرة، حنا الوحيدين اللي عينا الضغوطات، وحنا ثاني شركه اكبر شركه اكبر مقر هو هذا اللي عندنا حنايا من ناحيه النقاء ومن ناحيه الشروط القانونيه كلها هي محترمينها. حنا الوحيدين اللي عندنا ليزاسيرونس كومبلي ديال لي ماشين كلهم، راه شركات اخرين تنعرفوهم بالاسماء مستعدين نوقفوا عليهم وحده بوحده، اللي عنده 10 ديال لي ماشين ولا 12 ماشين ولا 15 ماشين مسيري 3 ولا 4 وبخبارهم ومتحد ما تيهضر ما تيتكلم الا هذا العبد لله. انت علاش انت ولد المدينه ما ديش عندنا هنايا؟ قال لك وهذاك المحل ما بين حتى حاجه دار فيه، لان مول المحل مره وجوج ثلاثه دار حاول يدير مشاريع اخرى في هذه ومنعوه بجميع الطرق.
بجميع الطرق لدرجة أن السيد سد المحل ديالو خوال قنز، وهذا الشيء راه حرام وعيب. ناهيك على الأخ ديال النائب ديال الرئيس اللي كي قلت لكم بدينا بشيك بدينا بأوراق تيتحرموا تحت الباب فيهم السب والشتم. ها هو طبعا تحت ما غادي يقول لك ما عنديش الدليل بانه هو اللي دفعها، ولكن مكتوبه فيها حوايج اللي تلمحوا بانه هو بعاد على دار السيد، يعني تيهضروا على النائب. ثانيا هذاك اخ هذا النائب هذا ما مره ما جوج ما ثلاثه امام العالم تيقولها بان قال لي الا خرجوا هذوك المطر على برا غادي نحرقهم اليوم. يعني انا هدد السيد اللي خدام عندي قالها لي، قال لي راه كاين ما كاين، راه الا خرجتوا دوك المطر غنحرقهم لكم. هدد السيد اللي كان خدام عندي هنايا في الالكتريسيتي حتى هو قال لي نفسي، قال لي خلي تا يكملوا ويخرجهم غادي نحرقهم ليه. المهم انا هنيت النجد جميع الناس وجميع السلطات باش يفهموا اي حاجه وقعت ليا ولا المحل ديالي راه هذوك الناس هما اللي تنتج لهم اصاب الاتهام. راه ما يمكنش هذا الشيء، نتهددوا بالقتل في التليفون، نتهددوا بالقتل في الاوراق، نتهددوا بالقتل في المحل ديالنا، راه هادشي لا يعقل. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش تابوناو في لاشين وفعلوا الجرس باش توصلوا باخر المستجدات. تابعونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام.